أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية إطلاق مشروع كب حياة، وهو مشروع تطوير سكني مكون من 668 وحدة في جزيرة حياة ضمن ميناء العرب في رأس الخيمة. ويمتد المشروع على مساحة نحو 23,000 متر مربع، ويتألف من 4 أبراج سكنية راقية. وسيتم تجسيد مشروع كب حياة وفقا للائحة شروط المباني الخضراء. وكما نلاحظ الآن، سهم رأس الخيمة العقارية يتداول عند درهم و13 فلسا.